قدم وزير الخارجية سامح شكري واجب العزاء لرئيس محمد مخبر رئيس السلطة التنفيذية المؤقت لإيران، وذلك في وفاة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما الذين وافتهم المنية الأحد الماضي إثر حادث أليم. كما قدم شكري واجب العزاء للقائم بأعمال خارجية إيران علي بقري قبيل بدء مراسم العزاء.